بالنسبه للناس اللي مش عارفه ازاي تحفظ المعادلات، انا في الفيديو ده هقول لك باذن الله ازاي تحفظها. انت عشان تحفظ المعادلات اهم حاجه تجيب ورقه الاول، تجيب ورقه قديمه عندك. انا بجيب المذكره القديمه مثلا بالشكل كده، تمام، بكتب في الظهر بتاعها ده، الظهر الابيض ده انا بكتب فيه. فهتلاقيني هنا بكتب ازاي، بحفظها ازاي، بقوم كاتب المعادلات بتاعتي كلها واقعد اكررها مره واثنين وثلاثه لحد ما الاقيها لازقه في دماغي. بص يعني بص، دي شكل المعادلات بتاعتي اللي انا بحفظها، حاجات اصعب من بتاعتكم بكتير جدا. بتقعد تكتبها كده وتحاول تستخدم خرائط ذهنية، انك يعني تكتب العنوان هنا وبعدين العناوين الفرعية وبعدين العناوين الفرعية عنها كمان، وتكتب المعادلات بتاعتك، تمام. وبعد ما تعمل كده تقوم عامل ايه، تبدأ تكررها كمان مرة، تكرر كمان مرة واتنين وتلاتة لحد ما تحفظها. يعني بص انا بذاكر ازاي كده، شايف بعمل كده. وحاول تستخدم مثلا اقلام من ديت على الحاجات الصعبة، تعمل عليها ماركر كده بالقلم ده، لان الدنيا سهلة جدا والمذاكرة هتبقى بسيطة وتحب المذاكرة اصلا. بس كده عشان اوضح لك اكتر، انت اول حاجة هتجمع المعادلات كلها تكتبها في صفحة واحدة، وبعدين تقعد تكتبها اكتر من مرة، والحاجة الصعبة تبدأ تعمل عليها بالقلم الماركر اللي هو ده بألوان من اللي هي الواضحة اوي دي، تمام كده. يلا وبالتوفيق دايما يا رب.